متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم صارت أحوال جوية غير مستقرة في المرتفعات الجنوبية الغربية، تحديدا خلال ساعات الظهيرة والعصر، وتكاثرت كميات من الغيوم الركامية الرعدية وهطلت زخات رعدية من الأمطار، في حين صارت أجواء مستقرة وحارة في باقي المناطق. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث يكون الطقس غائم جزئي مع 26 درجة مئوية المحسوسة 26، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تكون الأجواء حارة ومستقرة، سكاكا 38 إلى 27، عرعر 37 إلى 25، وتبوك 37 إلى 26 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 40 إلى 28 درجة مئوية، جدة تفرق لبعض الغيوم 34 إلى 28 درجة مئوية، مكة المكرمة أيضا تفرق لبعض الغيوم 42 إلى 28، والطائف زخات رعدية من الأمطار 31 درجة مئوية، أما الصغرى 22 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، أحوال جوية غير مستقرة بشكل عام، أبها زخات رعدية من الأمطار 28 إلى 16 درجة مئوية، الباحة نفس الأجواء مع 28 إلى 17، وجازان تفرق لبعض الغيوم 35 إلى 30 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام 38 إلى 27 مع تفرق لبعض الغيوم، حفر الباطن طقس صافي 38 إلى 23، والإحساء طقس حار مع 41 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، تفرق لبعض الغيوم 39 إلى 26 درجة مئوية، بريدة 37 إلى 22، وحائل 34 إلى 22 درجة مئوية مع طقس صافي بشكل عام. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.